أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العذراء الاثنين 26 يوليو تموز 2021. سيكون اليوم جيدا في البداية على الرغم من أنه قد يكون محموما قليلا في وقت لاحق. قد يكون شخصا ما في المنزل مريضا وقد تضطر إلى حضوره وسط جدول مزدحم. قد تتلقى السعادة من الأصدقاء أو حتى الزملاء، وستضع خططا للقضاء الوقت معهم في المستقبل القريب. عاطفيا، يشار إلى التغيرات الرئيسية على جبهة العلاقة اليوم. ستساعدك بعض الحوادث أو المعلومات على فهم الدوافع وراء الإجراء المحير لشريكك في الأسبوع الماضي، وستكون قادرا على تقييم علاقتك في ضوء هذه المعلومات. من المرجح أن يلتقي العزاب بشخص مثير للاهتمام، ولكن ينصح بالمتابعة بحذر. مهنيا، تخطيط حياتك المهنية أصبح سهلا. أنت غير قادر على إصلاح عقلك في شيء واحد. أنت أيضا تضيع الكثير من الوقت في التفكير. يمكن طلب المشورة من أي محترف ذو خبرة أو مستشار مهني. سيرشدك مستشارك المهني، وقد تستقر تدريجيا اليوم. قد تتخذ قرارك فيما يتعلق بالوظيفة. صحيا، قد تعاني من بعض ردود الفعل التحسسية اليوم. إذا كنت تعرف الحساسية تجاه الطعام فقد تأكل الطعام عن طريق الخطأ. كما توجد فرصة لتهيج الجلد، تجنب الذهاب إلى الأماكن الملوثة إن أمكن. ستتحسن الصحة بعد المساء. تأكد من الحصول على الكثير من التمارين وكذلك النوم. يجب أن تنمي بوعي عادات صحية لتجنب المشاكل في المستقبل.